المغرب في الباكاند ممتاز. الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية والتكنولوجية للمغرب وأول قطب مالي بالقارة السمراء، تطلق خط إنتاج جديد بشكل رسمي لتوسيع نفوذها في عالم صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. ثروة طائلة في انتظار المملكة المغربية، الملعب الإفريقي الأهم لشركات السيارات والطائرات العالمية. إنه الخبر الذي هز الأوساط الإعلامية والاقتصادية عربياً وإفريقياً عقب نتائج دراسات الخبراء التي أفضت إلى توقع نمو حجم السوق العالمي لقطاع أشباه الموصلات إلى 1.21 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما عزز ثقة المغاربة بأنفسهم لفرض هيمنتهم قارياً بغية الانضمام لنادي الدول المصنعة لأشباه الموصلات. بدأت القصة منذ منتصف التسعينيات ولا تزال مستمرة إلى اليوم، حتى وفي ظل تغول المنافسة الأمريكية الصينية. لكن وفي حين أن الغرب يجاهد لتجاوز الشرق، يتقدم المغرب بخطى ثابتة في الخفاء. فما هي صناعة أشباه الموصلات وما أهميتها في عالمنا؟ وإلى أي حد سيتميز أبناء المغرب في هذا الميدان الصناعي؟ هذه مواضيعنا لليوم، ولكن قبل ذلك ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للالتحاق بنا في رحلة المليوني مشترك. الصناعة الأهم عالمياً ومستقبلياً. بشكل عام يتلخص مفهوم أشباه الموصلات في كونها تقنية موصلة للكهرباء بشكل جزئي، فهي مثل المعادن تمر عبرها الطاقة الكهربائية، ولكنها تمتلك في الآن ذاته خاصية الخشب العازل للكهرباء، وهو ما يجعل منها عنصراً أساسياً لا غنى عنه في عملية تصنيع الرقائق الإلكترونية. التكنولوجيا التي يتصارع عليها القطب الأمريكي والصيني للسيطرة على مسار هذا القرن وفقاً لتحليل خبراء الاقتصاد، إذ قد تزايد الطلب على هذه التقنية بشكل كبير إبان انتشار وتقدم شبكة الجيل الخامس. كما وتستخدم أشباه الموصلات في عدة تقنيات حساسة، لعل أبرزها شرائح الذاكرة المخزنة لبيانات الحواسيب، بالإضافة للمعالجات الدقيقة التي تمثل وحدات المعالجة المركزية الموظفة لأداء مهام الأجهزة الذكية. بيد إن أشباه الموصلات قد تحولت منذ مدة لا بأس بها إلى نواة لكل الصناعات الرئيسية بوقتنا الحالي، فمن الهواتف الذكية إلى أجهزة الحاسوب، ومن السيارات الشعبية إلى الصواريخ، ومن خدمات الاتصالات إلى الأمن السيبراني وميدان التسلح. تشكل تلك الوسيلة بذرة هذه الصناعات، الأمر الذي يفسر بشكل أو بآخر سبب تصادم القوى العالمية فيما بينها من أجل احتكارها لنفسها بغض النظر عن الطريقة. ثم وفي سياق متصل، فقد ذكر أحد التقارير الرسمية الصادرة بشهر فبراير الماضي أهم اللاعبين الرئيسيين ضمن هذه الصناعة، حيث تصدرت شركة أنفيديا الأمريكية الترتيب العام إثر ارتفاع قيمة سهمها بنسبة 231% في غضون سنة واحدة، لتحل خلفها مباشرة شركة تي اس ام سي التايوانية، ومن بعدها شركة برودكوم الأمريكية التي تفوقت على نظيرتها فخر كوريا الجنوبية، أي الشركة العريقة سامسونج للإلكترونيات، بعد تراجع مرابح مبيعات هذه الأخيرة بنسبة 14.3% لتصل إلى 200 مليار دولار بالعام الماضي. لكن أياً يكن، فالقائمة لا تزال تضم شركات عملاقة أخرى منافسة من أمثال آي اس مول الهولندية والأمريكية أنتل وغيرها الكثير، ممن يسعون إلى الاستحواذ على السوق العالمي لأشباه الموصلات وتأمين مكانتهم التنافسية بشكل دائم، بخاصة وأن السوق العالمي لهذا القطاع في طريقه لمواصلة النمو من 0.72 تريليون دولار حالياً إلى 1.21 تريليون دولار أمريكي بعد 5 سنوات فقط، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.86%. ذلك في ظل ما تشهده صناعة أشباه الموصلات من توسع مهيب في جميع أنحاء العالم، فهي تعتبر بالنهاية لبنة تقنيات شديدة الحداثة كالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وإنترنت الأشياء،
وهو ما جعلها محط أنظار المستثمرين ورجال السياسة والحكومات وسط صراع مستمر منذ سنوات متعاقبة. هذا وليكن في علمك سيد المشاهد أن بعض الدراسات قد توقعت سلفاً أن يتطور هذا الميدان التقني إلى درجة ترغمه على انتداب ما يصل لمليون عامل ماهر إضافي لمجاراة نسق الإنتاج عام 2030. الشيء الذي يقودنا إلى العالم العربي وتحديداً للمملكة المغربية التي استغلت الموقف لتضم صناعة أخرى لما يعرف بصنع في المغرب. الدار البيضاء عاصمة المستقبل العربي. لم تنتظر حكومة المغرب طويلاً لتدخل تحديثات جديدة على منظومتها الصناعية في ظل التطورات التي يشهدها العالم، لتقوم من فورها بالأعلان عن تشييد خط إنتاج جديد لأشباه الموصلات في مدينة الدار البيضاء قبل أقل من شهرين، من أجل تعزيز ميدان السيارات الكهربائية بالبلاد لاستقطاب شركات عبر قارية أخرى، علما وأن تاريخ بداية صناعة أشباه الموصلات بالمغرب يعود لتسعينيات القرن الماضي، ذلك في حين أن المصنع القابع بمنطقة بوسكورة من محافظة الدار البيضاء إحدى أشهر المدن المغربية على الإطلاق والتابع لشركة أستي مايكرو إلكترونيكس الفرنسية الإيطالية يعد بالوقت الراهن الأول وطنياً، نظراً لبلوغ معدل إنتاجه السنوي 7 ملايين شريحة إلكترونية هي نتاج شقاء قرابة 1000 عامل، زيادة على آلاف الوظائف الأخرى غير المباشرة التي توفرها سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بعملية التصدير، خصوصاً وأن منتجات أشباه الموصلات تمثل 30% من الصادرات الإلكترونية للمملكة المغربية، حيث وبالعودة لسنة 2022 وصلت قيمة صادرات المغرب من هذه الأجهزة الموجهة نحو دول من أمثال أمريكا واليابان إلى ما يقارب 606 ملايين دولار، ما يؤكد طبعاً جدية المغرب في التحول إلى قطب صناعي قاري في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وكل ما له صلة بهذه التقنيات الثورية المدرة على المصنعين لأموال طائلة، إلا أن استراتيجية الحكومة المغربية الهادفة لخلق مناخ جذاب لأهم المستثمرين بمجال الإلكترونيات لم تأتي من فراغ، حيث قد استغل المسؤولون في ذلك الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يمر به المغرب لإطلاق مبادرات دعم التكنولوجيا العصرية وتقديم حوافز ضريبية مغرية للراغبين في الاستثمار بهدف إبرام عقود الشراكة مع شركات عالمية رائدة لتسهيل نقل الخبرات لمواطنيها كذلك الأمر، ثم إن المملكة ترمي أيضاً إلى تطوير مناطق صناعية مخصصة للأنشطة التكنولوجية والإلكترونية لإنشاء بيئة خلاقة تضمن استمرارية نمو الاقتصاد الوطني موازاة مع تقليل نسبة البطالة بالمجتمع المغربي، بيد أن نقص الموارد البشرية المهنية قد يعرقل مخططها في السنوات القليلة القادمة. فبرأيك هل سيتمكن المغرب من احتكار الحصة الأكبر من صناعة أشباه الموصلات في أفريقيا؟ أم إن الامتياز سيكون لمصلحة جيرانها المنافسين لها حلفاء الصين وأمريكا؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.